نظمت الفعاليات الوطنية والسياسية والحزبية ومنتسبو الحراك الشبابي والشعبي في عدة محافظات بالمملكة مسيرات ووقفات احتجاجية تأكيدا على دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة. كما طالبت المسيرات المختلفة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومحاربة الفاسدين. المزيد في تقرير مراسلنا جورج بارها. صوت عالي من عمان. شهدت العاصمة عمان اعتصامان، الأول بتنظيم من الحركة الإسلامية من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد باتجاه ساحة النخيل يحمل اسم القدس هي العنوان، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وما يتعرض له من محاولة للتدنيس من قبل قطعان المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، حيث طالب المشاركون في المسيرة بالدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ضد ما يحصل عليه من هجمة صهيونية شرسة. كما تطالب المسيرة بوقف قانون منع الإرهاب وإطلاق سراح زكي بن رشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من المعتقلين. جاءت من أجل نصرة المسجد الأقصى أمام ما يتعرض له المسجد من جرائم يهودية وانتهاكات يومية ومحاولة إقامة هيكل مكان هذا المسجد الأقصى المبارك. وأيضا هذه المسيرة تطالب بإطلاق الحريات وتطالب بإلغاء قانون الإرهاب الذي يكمم الأفواه ويستحل تقييد الحريات. أما الوقفة الثانية نفذها ناشطون يساريون وقوميون أمام مجمع النقابات المهنية تنديداً بالانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإسقاط معاهدة وادي عربة ورفض توقيع المملكة اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل، معتبرين ذلك أمراً غير مقبول. احنا رافضين كأردنيين انه نمول خزينة الكيان الصهيوني، ورافضين انه نلتزم بتطبيع احنا رافضينه. الطفيلة انطلقت مسيرة من أمام المسجد الطفيلة الكبير باتجاه مبنى دار المحافظة دعا إليها الحراك الشبابي والشعبي وشارك فيها عدد من النشطاء والحزبيين. المسيرة جاءت تحت عنوان ليس لليهود عهد، انتقد خلالها المشاركون الانتهاكات الصهيونية اليومية والمستمرة للمقدسات الإسلامية في القدس وسط صمت عربي وإسلامي مطبق، داعين الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف جدي وحازم اتجاه ما يحصل، وخصوصا بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الإسرائيلي في عمان وما تحمله من إساءة، مطالبين بطرده على الفور. كما ردد المشاركون في المسيرة هتافات تنتقد سياسة الاعتقال وتكميم الأفواه على حد قولهم التي ما زالت تمارس اتجاه النشطاء والسياسيين. محافظة الكرك شهدت هي الأخرى ثلاث اعتصامات ووقفات احتجاجية، الأولى جاءت بتنظيم من الهيئة الشعبية تحت عنوان الكرك خالية من البضائع الصهيونية، دعا المنظمون فيها التجار داخل مدينة الكرك بعدم التعامل مع بضائع الاحتلال وتوزيع نشرات وأوراق لوضعها في جميع المحال التجارية في مدينة الكرك. الوقفة الاحتجاجية الثانية طالبت بصيانة الشوارع الرئيسية في بلدة مؤتة، وقال المشاركون إن شوارع البلدة الرئيسية مدمرة وخاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية. المزار الجنوبي شهد وقفة احتجاجية سيطرت عليها المطالب والإصلاحات الداخلية، حيث طالب المعتصمون الإسراع في وتيرة الإصلاح بشكل شامل وإقامة المشاريع التنموية بشكل عادل في كافة المحافظات وعدم الاعتماد على جيب المواطن في سد الموازنة والعجز الحكومي واتباع النهج الإصلاحي ومحاسبة الفاسدين. جورج برهم، رؤية